جماهير ليفربول الغاضبة تطالب بالتخلص من محمد صلاح فورا. السلام عليكم واهلا ومرحبا بكم من جديد. وفي البداية وقبل اي شيء لا ننسى الصلاة على النبي محمد وايضا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد. تخلصوا من محمد صلاح الان فمستواه بات بائسا. هذه هي اخر صيحات الغضب من جماهير ليفربول المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم تجاه النجم المصري محمد صلاح بعد تقارير عن استعداده للانتقال الى احد المنافسين في بطولة الكرة الانجليزية بسبب تأزم مسألة تجديد عقده. فقد رد جمهور ليفربول على مواقع التواصل الاجتماعي بغضب على تقارير خروج محمد صلاح الذي يبدو أنه سيكون منفتحا على الانتقال إلى نادي آخر في البريمليج في يونيو 23، حيث لم يتبقى أمام صلاح سوى 12 شهرا على عقده مع بقاء المحادثات في طريق مسدود. واستهدف مشجعي ليفربول المحبطون محمد صلاح بعد تلك التقارير على الرغم من أن النجم المصري أوضح أنه يركز بشكل كامل على ليفربول الموسم المقبل. وكانت صحيفة دي أتلانتيك زعمت في تقرير لها أن محمد صلاح يفضل البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أن يغادر ليفربول. ويبدو أن الأنباء لم تسر بشكل جيد في ميرسي سايد، حيث توافد المشجعون على وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن غضبهم وإحباطهم. وكتب أحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي: دعوه يذهب. بحسب ما ذكرت صحيفة الديلي ميل البريطانية. ونقلت الصحيفة عن مستخدم آخر قوله: تخلصوا من محمد صلاح الآن فمستواه بات بائسا في الأشهر الستة الأخيرة، لذا دعوه يذهب، لقد خلق القليل من المشاعر السيئة. وقال مستخدم ثالث: تخلصوا منه هذا الصيف.